دلالة القرآن الكريم على الأحكام الشرعية، مما لا شك فيه أن نصوص القرآن الكريم كلها قطعية الثبوت. نصوص القرآن الكريم كلها قطعية الثبوت، حيث نقل إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا، وهذا ما أجمعت عليه الأمة إلى يومنا هذا. أما نصوص القرآن الكريم من جهة دلالتها على الأحكام الشرعية، من جهة دلالتها وما تضمنته من الأحكام الشرعية، مثال ذلك: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذه النصوص القرآنية من جهة ما تضمنته من أحكام شرعية تنقسم قسمين. النصوص القرآن الكريم من جهة ما تضمنته من أحكام شرعية تنقسم قسمين. القسم الأول: نصوص قطعية الدلالة على الأحكام. ومعنى قطعي الدلالة وهو ما دل على معنى متعين منه، لا يحتمل تأويلا ولا تغييرا ولا تبديلا ولا مجال للعقل في فهم غيره من هذا اللفظ. مثال ذلك: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هل يحتمل أن يكون له الربع؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. لا يحق له الربع، لا يحل له السدس، لا يحل له الثمن. ومثال ذلك قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. هل يحق لها النصف؟ هل يحق لها السدس؟ كلا، فريضة من الله. مثال ذلك: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. 100 جلدة، لفظ 100، هل يحتمل أن يكون 50 جلدة؟ هل يحتمل أن يكون 70 80 60؟ كلا، لا يحتمل ذلك، بل 100 هي 100. القسم الثاني: نصوص ظنية الدلالة على الأحكام. نصوص ظنية الدلالة على الأحكام. معنى ظني الدلالة وهو ما دل على معنى متعين منه، وما دل على معنى متعين منه لكنه يحتمل أن يؤول ويصرف عن هذا المعنى. مثال ذلك قول الحق جل في علاه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. أولا، أفادت الآية وجوب العدة على المطلقة، وجوب العدة على المطلقة، لكن الاختلاف هل القرء يحتمل الطهر أم يحتمل الحيض. إذن هذا النص ظني الدلالة لأنه يحتمل ويصرف ويقبل التأويل. لفظ القرء يحتمل أن يكون المراد به هو الحيض، ويحتمل أن يكون المراد منه هو الطهر. إذن نصوص ظنية الدلالة ونصوص قطعية الدلالة.